أحسن الله إليكم. المرسلة سارة محمد من الرياض تقول: المرأة النفساء إذا بدأ نفاسها يوم التروية وأخملت أركان الحج عدا الطواف والسعي، إلا أنها لاحظت أنها طهرت مبدئيا بعد 10 أيام، فهل تتطهر وتغتسل وتؤدي الركن الباقي الذي هو طواف الحج؟ أفتونا جزاكم الله خيرا. النفساء إذا انقطع عنها الدم انقطاعا كاملا أصبحت طاهرة، تغتسل وتصلي وتطوف وتسعى لأنها أصبحت طاهرة ولو كانت في 40، لأن المدار على وجود الدم وعدمه، فما دام الدم موجودا فإنها نفس إلى تمام 40، وإذا انقطع الدم انتهى النفس. نعم.